مرحبا بكم في نادي التفوق والإبداع. قد قلت في إحدى قصائدي: بعض الرجال حديد، بعضهم ذهب، والبعض لؤلؤة، وبعضهم حجر. فالسؤال الذي ينبغي على كل واحد منا أن يسأل نفسه هو: ماذا؟ أي نوع من الرجال أنا؟ هل قيمتي كقيمة الحجر، أو قيمتي كقيمة الحديد، أو قيمتي كقيمة الذهب، أو قيمتي كقيمة اللؤلؤ؟ علما بأن قيمة الرجل تقاس بقيمة غاياته وطموحاته وتطلعاته. اسأل نفسك: هل غاياتك فوق الثرى أو فوق الثريا؟ هل طموحاتك في أسفل السافلين أو في أعلى الإليين؟ هل إنجازاتك في سدرة المنتهى، أو إنجازاتك في الطعام والشراب وانتهى؟ فعلى كل واحد منا أن يسأل نفسه هذه الأسئلة، فلنجد لأنفسنا أهدافا سامية، ولنتسلح بهمم عالية لنصل إلى درجات راقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.